بموته وقيامته يترنم قلبي بالفرح. ألا سوف أشدو بنصرته، ولا سوف أحيا بقوته، ولا سوف أهتف للأبد، قام ربي قام بالغفر. مجدا لك يا حامل الله الودين، يا من أبيت إلا أن تعطي دماء، أطعت للموت وقمت بانتصاري، ثم ارتفعت إلى سماء. وسوف تأتي بالسحاب كي تنادي كل الذين بالإيمان عرفوا، وسوف يجلسون حول العرش حتى صبحا وليلا يسبحوا. هشادين بشي حقام من بث ميثي، الآن قام المسيح من بين الأموات. آمين. حقام من بث ميثي، قوي ضعفنا يا ربنا وإلهنا، لنحتفل بالعيد المجيد لقيامة ابنك الحبيب بتهاليل روحية يا رب الكل، الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. Hallelujah.
إخوتي وأخواتي بالرب، لقد حملني اليوم الفرح المملوء حكمة وتمييزا لأكرر كلمة النبي القائل: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ولنتهلل به. هذا هو اليوم الذي لم يكن قبله مثله ولا بعده آخر يشبهه. هذا هو العيد العظيم، فخر جميع الأعياد. هذا هو الفرح العظيم الذي منح اليوم للكنائس. هلم بالسلام أيها اليوم الجديد الذي به زال سلطان الظلام. هلم بالسلام أيها اليوم الذي لا يشبهه أول أمس، الذي به أبطل سلطان الليل القديم. هلم بالسلام أيها اليوم النير الحامل بشارة بهية. هلم بالسلام يا معزي المغمومين، يا مفرح المكتئبين، يا جامع المبددين، يا مقرب البعيدين، يا مبهج المتضايقين، يا مشجع الخائفين. الزارع زرعا جيدا في مسامع التلاميذ. هلم بالسلام يا يوما لا يدركه الموت، وقيامة لا يلاقيها سقوط. هلم بالسلام يا بكر الأيام الذي بمواهبك تزين العالمان. أول البارحة ضرب الراعي فتبددت خرافه، اليوم هربت الذئاب وابتهجت الرعية. الراعي تكلم مع النعاج، والرعية استنشقت رائحته فانتعشت. مريم تفرح، سالومي تبتهج، المجدلية حاملة لبشارة السلام، التلاميذ رفعوا رؤوسهم، الرسل خرجوا من مخابئهم، بطرس ويوحنا إلى القبر يسرعان، متى وبرتلمي يفرحان يبتهجان، اندراوس ويعقوب لشدائدهما ينسيان، توما يعترف، بيلاطس يمجد، طريق القبر مرعد وسبيل الجلجلة خال. الحزن عبر إلى الشمال وقام العزاء من عن اليمين. باب القبر أضحى خضراً للمقتول. هنا نصرخ جميعاً ونقول: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا جحيم؟ اليوم اقتبل الحراس الرشوة وقالوا أن تلاميذه سرقوه ونحن نيام. من بعد هذا ظهر لمريم المجدلية وللبقية. أما الرسل فبوجوه سافرة أعلنوا قائلين: إننا نعلم أن المسيح قد قام من بين الأموات ولا يموت أبدا. ولن يتسلط عليه الموت، حيث إلى هذا العيد إخوتي وأخواتي حضرنا، فلنعانق بعضنا بعضاً بالمحبة، لنقبل بعضنا بعضاً بالمودة، لنعطي السلام الواحد للآخر، لنتبادل السلام. سلام المسيح. إخوتي وأخواتي، سلاماً بلا غش
سلاماً بلا رياء، سلاماً خالياً من الخداع، سلاماً ليس كسلام الإسخريوطي الذي خنق نفسه جزاءً له، لكن ذلك السلام الذي أعطاه مخلصنا لجماعة التلاميذ في العلية. السلام معكم جميعاً، لأن السلام هو زوال العداوة القديمة، لأننا إلى السلام دعينا، ولأجل السلام اجتمعنا كعادة كل سنة. القيامة عليكم والحياة بالمسيح، إن ربنا حررنا من الموت وجعلنا بدلاً من المائتين غير مائتين، فلنحب بعضنا بعضاً من كل قلوبنا، لأن إلى هذا السلام دعينا يا أحبائي. صفقوا جميعاً. مجدوا عالياً، سبحوا روحياً لذاك الذي اليوم قام من بين الأموات وبقيامته أقام جميعنا، آمين. وكما وعد اللص اليميني أن اليوم تكون معي في الفردوس، هو يؤهلنا لاستقبال ظهوره فنشترك بملكوته السماوي. أودي لخ بعيد رب هللويا. هللويا هللويا إيه هللويا. مات بحبا مارا ولا هن ريحا هنيد والسيموثة حباخ، نهرا نوشاثا بذعثة دشراراخ، نشتود نقبل قليان امراخ، حبي ود من شميا ثمان نودي لخ وانشب حاخد لا شلوى، بعيتاخ مخللتا مليث كل عذرانين وخلطوين، دتو ما روار يدخل العلمي. Oh,
التمار شاري رئيث من أحمان الطغرين التبار قطا ودنو شافا مطرانا من حي الأخمار حياوينا شباب كل عدا ما ردخول العلمي آمين آرم قلخن شبح كل عما لا لها حيا قد أيها القدوس المجيد، أيها القوي الذي لا يموت، يا من يسر بالسكنى بين القديسين، نتضرع إليك ربنا أن تلتفت إلينا وتشفق علينا وترحمنا كعادتك كل حين رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. انصتوا إلى قراءة من نبوءة إشعيا بار إخمار. قومي استنيري فإن نورك قد وافى ومجد الرب قد أشرق عليك. ها إن الظلمة تغطي الأرض والغمام المظلم يشمل الشعوب، ولكن عليك يشرق الرب وعليك يتراءى مجده، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك إلى ما حولك وانظري، كلهم اجتمعوا وأتوا إليك. بنوك من بعيد يأتونا وبناتك يحملن على الورك، حينئذ تنظرين وتتهللين ويخفق قلبك وينشرح فالك، تتحول ثروة البحر وإليك يأتي غنى الأمم. كثرة الإبل تغطيك، بكران مديان وعيفة كلهم من شبأ يأتون حاملين ذهباً وبخوراً يبشرون بتسابيح الرب. وكل غنم قيدار تجتمع إليك، وكباش نبايوت تخدمك. تصعد على مذبح رضايا وأمجد بيت جلالي. نقوم لصلاة الشورايا. مريم لخذ صرعا، مريم لخذ صرعا لقيام.
ربنا وإلهنا أنر عقولنا وقلوبنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثية يقول: يا إخوة، بارك يا سيد، فالآن قد قام المسيح من بين الأموات وصار باكورة الراقدين، وكما أن الموت صار بإنسان كذلك تكون قيامة الأموات بإنسان أيضا. لأنه كما أن جميع الناس يموتون بآدم، كذلك سيحيا جميعهم بالمسيح، كل واحد في رتبته. المسيح على أنه صار باكورة، ثم الذين هم للمسيح في مجيئه. وبعد ذلك يكون المنتهى عندما يسلم الملك لله الآب، تبطل كل رئاسة وكل سلطان وقوة، لأنه لا بد أن يملك حتى يضع أعداءه جميعهم تحت قدميه. وآخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع تحت قدميه كل شيء. وفي قوله: إن كل شيء يخضع له، من الواضح أنه يستثني الذي أخضع له كل شيء.
ومتى أخفع له كل شيء فحينئذ يخفع الابن نفسه للذي أخفع له كل شيء ليكون الله كلاً في الكون والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي آمين. شلاما عم خون عما عمروها ايوان قاليون قديش ادماراني شو عمشي حام كرزوثا يوحنان وفي الأحد جاءت مريم المجدلية في الغداة والظلام باق إلى القبر فرأت الحجر مرفوعا عن القبر فأسرعت وجاءت إلى شمعون الصفا وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد حملوا الرب من القبر ولا أعلموا أين وضعوه فخرج شمعون والتلميذ الآخر وأقبلا إلى القبر وكان مسرعين معا أما ذلك التلميذ فبادر وسبق شمعون وجاء إلى القبر أولا وتطلع فرأى الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل ثم جاء شمعون ورآه فدخل القبر فشاهد الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان معقوداً على رأسه ليس مع الأكفان بل ملفوفاً وموضوعاً في مكان على حدة حينئذ دخل ذلك التلميذ الذي جاء أولاً إلى القبر فرأى وآمنا
لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون من الكتب أنه مزمع أن يقوم من الأموات. وذهب التلميذان أيضاً إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر تبكي، وفيما هي تبكي تطلعت في القبر فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين، أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعان. فقالا لها: يا امرأة ما يبكيك؟ قالت لهما: إنهم حملوا سيدي ولا أدري أين وضعوه. قالت هذا والتفتت إلى خلفها فرأت يسوع واقفاً ولم تكن تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لما تبكين ومن تطلبين؟ أما هي فظنت أنه البستاني. فقالت له: يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته لكي أمضي وآخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية: رابوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، بل امضي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. حينئذ جاءت مريم المجدلية وبشرت التلاميذ بأنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. شوحا لا لها أمينائث، شوحا نمشي حمارا. منذ العهد القديم أراد الله أن يقيم علاقة مع الإنسان، فاختار له شعباً وقطع معه عهداً بأن لا يتركه، لا بل يحرره، يخلصه من الظلم، من العبودية في مصر. ليس هذا فقط، وإنما ينزل ويسكن معه ويرافقه في ترحاله في البرية ويقوده إلى أرض الميعاد، وعندما يجوع يطعمه المن والسلوى، عندما يعطش يفجر له الماء من الصخرة. كل هذا يعلمنا بأن الله لن يترك شعبه ولن يتركنا أبداً. أنتم تكونون لي شعباً وأنا أكون لكم إلهاً. هذه الأمانة العهدية، أمانة الله مع شعبه، تظهر اليوم بوضوح بقيامة يسوع المسيح ابنه وابن هذا الشعب الذي اختاره الله. لأن يسوع بقي أميناً على العهد مع أبيه حتى آخر لحظة من حياته، كان يقول: لتكن مشيئتك، خاضعاً ومستسلماً كلياً لمشيئة الآب.
كما رأينا البارحة قساوة البشر بصلب يسوع، نرى اليوم عمل الله، تدخل الله. الله يقول كلمته الحاسمة ويبرهن على أمانته، على العهد والوعد الذي قطعه مع الإنسان بأن لا يتركه فيقيم يسوع من الموت. بهذا سينفتح لنا باباً للخلاص بواسطة يسوع المسيح، فكل من يؤمن به يخلص، أي كل من يؤمن ويقبل بتدخل الله في حياته لكي يغيرها يخلص. حدث القيامة قد حدث مع يسوع المسيح، ونحن اليوم نجعل هذا الحدث حاضراً الآن من خلال الليتورجية والقداس والرموز، ولكن كيف نعيش اليوم هذه القيامة؟ كيف نجعل قيامة يسوع مستمرة في حياتنا وفي العالم؟ علينا أن نثق بأن إلهنا معنا ولن يتركنا. علينا أن نميت الخطيئة الساكنة فينا، نحرر ذواتنا. علينا أن نقوم نحن أيضاً، ولكن كيف بإمكاننا أن نقوم؟ ربنا يتدخل ويقول أنا حاضر معك، أنا أساعدك. علينا أن نؤمن بحضوره معنا، أن نحبه، أن نبحث عنه وبحرقة قلب ودموع كما فعلت المجدلية، أن نسأل ونستفسر منه أين أنت؟ أين هو؟ علينا أن نصغي إلى صوته عندما يكلمنا من خلال الكتاب المقدس والصلاة والتأمل اليومي، وهو بدوره سيسمعنا كما سمع المجدلية وحاورها، وعندما نكتشفه سنفرح وسوف يغير حياتنا وسوف يمسح دموعنا ويخفف حزننا وسوف يعطينا الطاقة لكي ننطلق إلى العالم وإلى الآخرين ونبشرهم بهذا الفرح وهذا السلام. اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة، لأنه بنا ومن خلالنا ومن خلال سلوكنا تتواصل قيامة يسوع في العالم، وهي أن نجعل يسوع حياً في العالم من خلال محبتنا له ومحبتنا لبعضنا البعض وغفراننا وخدمتنا لبعضنا البعض. بعكسه كأننا نقول للعالم بأن يسوع لا زال في القبر ولم يفعل شيئاً لنا. قيامة مباركة أتمناها لكم باسمي وباسم كل الكادر اللي يعمل معي في خدمتكم. قيامة ملؤها الحب والخير والمصالحة لنا ولعوائلنا ولوطننا الحبيب العراق وللعالم أجمع. عيداً مباركاً لبلدنا العزيز الأردن، بلد السلام والعيش المشترك تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أطال الله بعمره. شكر وتقدير لأختنا العزيزة سعادة سفيرة العراق في المملكة الأردنية الهاشمية السيدة صفية طالب السهيل الجزيلة الاحترام على محبتها ورعايتها وتواصلها الدائم مع العراقيين كافة. شكراً لها ولأركان السفارة وموظفيها الأفاضل. شكر وترحيب بسيد رعد جليل كتشي رئيس ديوان أوقاف المسيحيين والصابئة واليزيدية، دكتور غازي رئيس الرابطة الكلدانية في الأردن. شكر وجزيل كبير لسيادة المطران جوزيف جبارة مطران أبرشية الروم الكاثوليك، وحضرة الأب الأرشمندريد بسام شحاتيت خوري هذه الكاتدرائية اللي دائماً يفتحون أبوابها أمامنا بكل محبة وفرح. شكراً جزيلاً لهم. تحية وشكر لقناة نورسات الفضائية
ومكتبها في الأردن وكادرها على محبتهم ومرافقتهم إلنا بكل احتفالاتنا طوال السنة. تحية إجلال وشكر لإخواننا من مختلف الأجهزة الأمنية الذين رافقونا خلال الأسبوع المقدس بصورة خاصة ويرافقون دائماً طوال السنة، نشكرهم ونصلي من أجلهم لدورهم الكبير والمميز في حمايتنا والسهر على أمننا، لهم منا كل الاحترام والتقدير. أخيراً أشكر الله أنه أرسل لي في هذا الوقت أبونا نظير القادم من إنجلترا، يمكن سمعتوا صوته أنه ما يحتاج الميكروفون، ساعدني خلال أيام العيد بإقامة القداديس والصلوات في منطقة ماركة الشمالية. شكرا جزيلا أبونا، نصلي لك ترجع إلى رعيتك اللي تركتها خلال أيام العيد، وهذا شيء صعب عليك، ربنا يوفقك وشكرا على محبتك. آخر شيء نقول شكرا للجميع. قام المسيح قم لمارا. لنقف بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين: استجب يا رب. يا رب، من أجل أن يتحقق فينا وبيننا سلام قيامتك ويحررنا من كل خوف وقلق، نطلب منك. يا رب، من أجل أن نمد أيدينا إلى بعضنا البعض مسنودين بنعمة قيامتك، فننهض لبناء الشركة والأخوة بيننا وبين جميع البشر، نطلب منك. يا رب، من أجل بلدنا العزيز الأردن، كي يبقى بلداً آمناً وسالماً ورمزاً للعيش المشترك تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أطال الله بعمره، نطلب منك. يا رب، من أجل عودة السلام والأمان لبلدنا العزيز العراق وللعالم أجمع، ليعيش أبناء العراق بمختلف طوائفهم وأديانهم وقومياتهم بأمان واستقرار، نطلب منك. يا رب، من أجل المرضى والحزانة، ليشرق عليهم نور قيامتك فيتعافى المرضى ويفرح الحزانة، نطلب منك. Thank you.
نرفع الحمد لثالوثك المجيد كل حين إلى الأبد، المسيح الذي ضحى بذاته لأجل خلاصنا وأوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته. هو يقبل من أيدينا هذه الذبيحة بنعمته ورحمته ويجعلها تذكرة للأحياء والأموات الذين لأجلهم نقربها. بحسب وصيتك يا رب، بحسب وصيتك يا رب، توضع وتعد هذه الأسرار المجيدة المقدسة على المذبح الغافر حتى مجيء الرب ثانية من السماء. له المجد كل حين إلى الأبد. آمين. نتقبل قربانا هانا ببيق الياخة ونتقداش من ذات لها وروحة قدشة نهويلان عذرانا والبرقانا والحي العالم علمين ملكوتا تشمي الطيب وثير نام شيحا ايام شو حالا وولورا والروح قدشا على المذبح قدشا نهوي دخرانا دوثلتا مريم ميدالها من عالم وعالم من عالم آمين وآمين شريح أو دورا روح الموت حينا صالة ونهوين شينا بوريكا نمر كل عمام وامن دخرا مرتوما عالمذبح قدشا عم كنيدا صاحو ساديد اثكلا نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو الآب في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنساناً وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد سبحانك يا ضائل سبحانك يا مقرب البعيدين سبحانك يا ربك جعلت الأرض تميزا وقرب المكذب بحول المقدسة اذكروا في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارة الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول
وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاءً سعيدًا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. يا رب، لك الشكر على نعمتك الغزيرة التي بها أهلتنا بالرغم من ضعفنا وفقرنا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود. هاشا وخلزوان والعالم علمين. شلاما عم خون عما نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعاً. هاشا وخلزوان والعالم علمين. العيل نهون مدعايكون قربانا لا لها ماركول مثقارا يستحق إلهنا المجد من جميع الأفواه، الشكر من كل الألسن، والسجود والتعظيم من كافة الخلائق. الثالوث المجيد، الآب
والابن والروح القدس، خالق العالم بنعمته، مبدع البشر برحمته، مخلصهم بحنانه، مع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك يا رب، وربات الملائكة والقديسين، أفواج الروحانيين، خدام النار والروح الذين يسبحون اسمك، مع الكاروبيم القديسين والسرافيم الروحانيين الذين يقدمون السجود لعظمتك، ننادي نهتف جميعنا بعضاً مع بعض لمجد الرب قائلين: بالياها ودويشت ليم نساو لحمة بذاو قدي شاثا وارم عينا والواثاخ ألها أوي أحيث كل وودي لا خوارخ وقصاو يا والتلميذا وكذا مار ساو أخول منك الخون هانا وبغر دعا لبيكون مثقصي شو قانا دحطا كذلك بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرا وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا خذوا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي دم العهد الجديد الأبدي
سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري. كما أوصيتنا يا رب، ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغدقتها علينا والتي لا توفى، لا سيما تدبيرك الخلاصي، فأحييتنا بإلوهيتك ورفعتنا غافرا خطايانا، أنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود. هاشا وخلزوان والعالم علمي. أيها الرب القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوصاً لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الباتريارك وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. تقبله يا رب لأجل شفاء كل المرضى والمتألمين، وامنح إخوتنا الذين توفوا على رجاء القيامة السعادة الأبدية. تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك، لا تعاملنا بحسب خطايانا، بل أهلنا جميعاً للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حقيقي إحساناً منك. تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه ومدينتنا عمان وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات، وامنحنا أمنك وسلامك في كل الأيام. ونحن أيضاً يا رب عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. نيثي مار روح قديشة، وليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا، يباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا، رجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات، حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم. أيها المسيح سلام العلوين وأمان البشر، وطد الأمن والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيستك الجامعة، وأزل الحرب عن وجه الأرض، واهد الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العنف، فنعيش حياة هادئة وادعة بنقاوة وتقوى.
عطرنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي، واغسلنا به من أدران الخطية أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثاً عنا فوجدنا وهو يسر باهتدائنا. اغفر لنا برحمتك خطايانا وذنوبنا التي نتذكرها والتي لا نتذكرها. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. بسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. يوسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي. بسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسام جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر. بسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. قدست واكتملت واتحدت وانضمت واتحدت كل الرفر والصفا عن الخطايا رجاء سيد الخير من الوحدة الجديدة والمتصر حتى تكون نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب شراكة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل آل إلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين إخوتنا على زلاتهم. يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات.
ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء، نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس، نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا. لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، قدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضاً نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير. شلام عمخون عمام عمروها قدشال قديش يا شلموثا قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح، رجاؤنا إلى الأبد. موهوثا طيبو ثد محيانا مارني شعم شيحة تشتملي برحمة عم كلان Yeah.
Thank you.
كلنا نحن الذين بموهبة نعمة الروح القدوس اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المقدسة المحيية والإلهية لنقم جميعنا سوية ونمجد الله واهبها لنصلي السلام معنا. راح نقف الآن حتى نأخذ البركة الختامية، بركات سلام القيامة. نجاوب بعد كل بركة آمين. بارك يا رب شعبك المقدس وكثر فيه السلام. آمين. بارك يا رب كنيستك المقدسة وأسس فيها السلام. آمين. احرس يا رب أبوينا القديسين مار فرانسيس الحبر الروماني الأعظم ومار لويس الجاثاليق الباتريارك واحفظ في أيامهما الكنائس كلها في السلام. آمين. بارك يا رب الكهنة والشمامسة والجوق والرهبان والراهبات وقدسهم بالسلام. بارك يا رب ملك البلاد ووفر في عهده الخيرات والسلام. بارك يا رب الشيوخ واحفظ حياتهم بالسلام. بارك يا رب الشبان والأطفال وهذبهم بالسلام. آمين. بارك يا رب شعبك بأسره ليحتفل بأعيادك المقدسة بالسلام. آمين. بارك يا رب الأردن والعراق واجعلهما دائما بلدان السلام. آمين. بارك يا رب العالم كله وانعم على جميع الشعوب بالسلام. آمين. ومتى ما احتفلت يا رب العيد العظيم والقيامة العامة وأكملت الأسرار والرموز والأمثال نستحق جميعنا أن نفرح بفرحك ونتمجد بميراثك فنصعد المجد والشكر بواسطتك لأبيك ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد. قام المسيح، قام المسيح، قم لمارا. كل عام والجميع بألف خير.